تبدو العلاقات الإنسانية سهلة فقط للذي يتسلط أو يخضع. يا صباح الفل، العلاقات بكل صورها سواء كانت مع العيلة أو مع الأصدقاء أو في الشغل ممكن تكون عبارة عن مصنع للطاقة في حياتك، تدفعك إنك تكون سعيد ومتفائل وتشتغل وتنتج، أو تكون مصنع يستنفذ كل طاقتك تقريبا وتخليك دايما خامل ومضغوط وما عندكش أي قدرة إنك تعمل أي حاجة. العلاقات ممكن تخفف أعباء الحياة عليك أو تكون عبء زيادة في حياتك. بفضل العلاقات ممكن تحقق نجاحات كبيرة أو فشل زريع، وعلشان كده في حلقة النهاردة هكلمك عن العلاقات السامة وإزاي تكتشفها وتتعامل معاها وتعرف تشيل السم من العسل وتستمتع بالحياة. أنا نادي، دي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في البداية عاوز ارحب بأي حد جديد بيشوفني لأول مرة، وعاوز اقولك باختصار كده انا بقدم هنا افكار الهدف منها انك تطور في شخصيتك وتغير حياتك للأفضل. فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تضيعش الفرصة وانضم لعيلة فكرة الصبح من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل النوتيفيكيشن. ببساطة كده العلاقات السامة هي اللي بتكون أضرارها عليك أكبر من فوائدها. علاقة بتحطك في ضغط نفسي كبير جدا، وفي أغلب الأوقات مش بتكون مرتاح، وعدم ارتياحك ده بيكون نتيجة إنك حاسس إنك بتستغل أو بتعمل حاجة ضد قيمك مثلا، أو مضطر تقعد تبرر كتير للطرف التاني. والعلاقات السامة مش لازم تكون بين المرتبطين عاطفيا سواء متجوزين أو مخطوبين، لا، علاقات العمل وعلاقات العيلة والأصدقاء بيكون فيها علاقات سامة برضو. تعال نعتبر إن في أنواع من السموم في العلاقات مش نوع سم واحد، وهكلمك عن الأنواع دي صفات كل سم منهم. لو لقيت ان الصفات دي في علاقة يبقى العلاقة دي مسموم. بس قبل ما اقولك انواع السموم اللي في العلاقات عاوز اقولك على حاجة مهمة، وهي ان مش بالضرورة تكون انت الضحية في العلاقة السامة، وارد جدا تكون انت السبب في ده. فرجاء ركز الاول ان ما يكونش فيك الصفات او السموم دي قبل ما تدور عليها في الطرف التاني. وخليك عارف نقطة مهمة جدا، ان في العلاقات السامة بيكون الطرفين خسرانين. ايه هي بقى انواع السموم في العلاقات؟ واحد من السموم اللي بتضر اي علاقة هو السيطرة، والسم ده بيظهر لما بيكون في طرف في العلاقة هو المسيطر على الطرف التاني، فبيحد من حركته وبيتحكم في كل امور حياته ويمنعه حتى من حقه في الاعتراض او المناقشة، يعني زي علاقة السيد بأمينة كده بالنسبة للمتجوزين. كمان بعض الاباء بيقعوا في موضوع السيطرة ده نتيجة لخوفهم على ابنائهم، لكنهم للأسف بالطريقة دي بيضرهم اكتر لانهم بيقللوا من الثقة في النفس وبيلغي شخصيتهم. الغيرة في العلاقات حاجة طبيعية، لكن زيادتها بيعتبر سم وبيأذي أي علاقة، لأنه بيحول العلاقة لطرف سجان وطرف مسجون، وأكيد أكيد دي مش حاجة كويسة للطرفين. العنف سواء الجسدي أو المعنوي أو النفسي واحد من أخطر أنواع السموم في العلاقات، وفيها بيأذي طرف الآخر من خلال ضربه أو الإساءة ليه والتريقة عليه والتقليل من شأنه دايما. لو محطوط دايما في ضغط وتحقيقات وأسئلة كتير في أدق تفاصيل يومك وتكرار النوعية دي من الأسئلة من الطرف التاني، اعرف ان العلاقة دي مسمومة بسم الشك. لو بتعامل مع شخص دايما بيشتكي من ظروف الحياة ومفيش مكالمة بينكم ما بتخلاش من الشكاوي، اعرف ان العلاقة دي مسمومة بسم الشكوى، وده اخطر انواع السموم في العلاقات لانه بيخليك مضغوط وفي حالة نفسية سيئة. وفي العلاقة دي بيتعمد الطرف الاخر ما بيتكلمش معاك غير في المواقف السلبية، وبيقعد يشتكي من كل حاجة في حياته، والغريب ان لو حصلت له حاجة ايجابية ممكن جدا ما يرضاش يقولها لك. في ناس في تعاملاتها معانا بيتعمدوا دايما ما يقولوش الحقيقة في كل المواقف تقريبا، وفي الحقيقة الكذب واحد من السموم اللي مش بس بيأثر على العلاقات، لا ده بيدمرها. في بعض الأشخاص في علاقتهم معانا بنحس دايما بأننا مستغلين، وعلى طول بيطلبوا مننا، ولو استجبت لطلب واحد بيطلبوا أكتر، والأشخاص دول صعب إرضائهم لأنهم دايما بيحسسوك إنك مقصر، والاستغلال سم بيقتل العلاقات بعد فترة مهما طالت. لو انت في علاقة والطرف التاني دايما بيلومك على كل حاجة بتحصل له حتى لو كانت نتيجة لأخطائه، اعرف ان العلاقة دي مسمومة بسم اللوم. حوالينا كتير من الأشخاص النرجسيين وإن كانوا بنسب مختلفة، ولو انت ليك علاقة بشخص من الأشخاص دول هتلاقيه بيتعامل معاك على إنك شخص مكمل لصورته مش أكتر، ومش هتلاقيه مهتم بحياتك واحتياجاتك، هتلاقيه بس بيتحكم في كل حاجة في حياتك علشان تكون في الآخر حياتك مناسبة ليه هو. وسم النرجسية واحد من أخطر سموم العلاقات. دول كانوا 9 أنواع من السموم، وارد تلاقي أكتر من سم في علاقة واحدة. ودلوقتي جه أهم سؤال في الحلقة، وهو إزاي أتعامل مع العلاقات السامة. قبل ما أجاوبك على السؤال عاوز أقولك إن اتكلمت في حلقتين قبل كده في موضوع العلاقات، ضروري جدا بعد ما تخلص الحلقة دي تبقى تشوفهم لأن فيهم نصايح هيساعدوك برضو، ومش عاوز أكرر النصايح في الحلقة دي، هسيب لك الحلقتين في وصف الفيديو.
اول نصيحه اقولها لك لو انت في علاقه سامه انك تقعد مع نفسك وتحدد بالظبط ايه اللي مضايقك في العلاقه وتاخد القرار انك هتغير كل اللي مضايقك او على الاقل تقلله تدريجي. وخليك عارف ان السم بيكون قاتل لو اتاخد بجرعه مناسبه، بمعنى ان ممكن تكون السموم اللي قلتها لك من شويه موجوده في كتير من علاقاتنا بس بنسب قليله جدا، فما تاثرش عليك تاثير كبير. وفي الحاله دي هنحاول نخليها مش موجوده على قد ما نقدر، بس مش هنحاول نتجنب العلاقه او ننهيها. اما بقى لو السموم دي موجوده في علاقه بنسبه كبيره جدا، في الحاله دي هنلجأ لتقليل التعامل مع الاشخاص دول على قد ما نقدر، ولو قدرنا نقطع علاقتنا بيهم دي هتبقى حاجه مفيده جدا لحياتنا. فانت بقى لما تقعد مع نفسك هتكون حددت ايه العلاقات اللي هنحاول معاها ونديها فرصة تانية، وإيه العلاقات اللي فيها سم قاتل وهنبدأ في إجراءات إنهائها. بالنسبة للعلاقات اللي هنكمل فيها، فأنا أنصحك إنك تبدأ تتكلم مع الطرف التاني بكل صدق. لو صديق مثلا بيستغلك في مواقف كتير، اقعد معاه وقوله إن الموضوع ده بيضايقك وبيضغطك، واطلب منه إن يقلل موضوع الطلبات الكتير ده، ووعده إن لو في أي حاجة في إيدك هتساعده هتعملها من غير ما يطلب، وحاول تشرح له أضرار السلوكيات دي على علاقتكم وإنها ممكن تتسبب بعد كده في إنهائها، وهكذا في أي حاجة بتضايقك في أي علاقة، سواء كانت علاقة شغل أو صداقة أو حد من العيلة. طب بالنسبة للعلاقات اللي قررت أنهيها أو أبعد عنها، أول وأهم نصيحة في إنهاء العلاقات السامة هي إنك تقلل الوقت اللي بتقابلهم فيه، وده لوحده تحديداً نص الحل، لأن وقت قليل معاهم يعني ضغط أقل عليه. فحاول تشغل نفسك بشغل أو حاجة تخليك فعلاً حتى لو عاوز تقابلهم ما تعرفش تقابلهم، ولو قدرت تسافر وتبعد شوية اعمل كده، بس الأهم حاول تبعد عنهم لأطول فترة ممكن. طب لو ما عرفتش تبعد عنهم واضطريت تقابل الشخصيات دي، ساعتها مش قدامك غير إنك تحط حدود في التعامل وما تسمحش للطرف الآخر إنه يعديها، ولو ضايقك اتعامل معاه بحزم، وطبعاً هو مش هيكون متعود على طريقة التعامل دي، وده هيخليه يفكر ويفهم انك مش حابب طريقته، ومش هيكون قدامه غير انه يغير طريقته معاك ويقلل التعامل اصلا. وخليك عارف ان الموضوع هيكون صعب خصوصا لو الاشخاص دول من العيلة، لكن الموضوع هيحتاج شوية صبر. طبعا نصيحتين دول لو حد من عيلتك او حد صعب تنهي علاقتك بيه، لكن لو غير كده انصحك باقصر الطرق، وهي انك تبلغه انك قررت ما تعملش معاه تاني. اخيرا خليك عارف ان العلاقات الهدف منها اننا نخرج كلنا مستفادين كسبانين، واكيد ما اقصدش المكسب المادي. فلو في علاقه انت الوحيد اللي فيها كسبان، اعرف ان العلاقه دي سامه واكيد في وقت من الاوقات هتنتهي، واعرف كمان انك بتسبب الم كبير للطرف التاني، فلو بتحبه حاول تتغير علشانه. ولو انت في علاقه تعباك وضغطاك حاول مع الطرف التاني، ولو المحاوله ما نفعتش اتجنبه وقلل التعامل معاه. الحياه فيها كتير من الضغوطات على مستوى الشغل والمعيشه والمشاكل اللي بتواجهنا كل يوم، وهتبقى اسهل لو حوالينا ناس بيخرجونا من الضغوطات دي وبيسندونا في وقت ضعفنا، والحياه هتزيد صعوبتها اكتر لو الناس دي بقت هي اللي بتضغطنا. ودلوقتي لازم افكرك بشعارنا اللي بيقول اليوم افضل من الامس وغدا سيكون الافضل. لو عجبتك حلقه النهارده ادعمها من خلال زرار اللايك وشاركها مع اصحابك على السوشيال ميديا، وهنكون مبسوطين جدا لو شاركتنا ارائك وافكارك من خلال التعليقات. صباحك فل واشوفك في حلقه جديده من فكره الصبح.